ما هي أكبر الأخطاء عند شيخ الإسلام وعند محمد بن عبد الوهاب؟ أولا، شيخ الإسلام تيمية عالم، إمام، مجدد للدعوة السلفية، وكون عنده أخطاء هذا لا ينقص من قدره. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثانيا، أكبر خطأ من وجهة نظري بالنسبة لشيخ الإسلام هو المزج بين مذهب السلفية والمذهب الظاهري، ونتج عن هذا القول بالخروج عن المذاهب الأربعة، لأنه ترتب على هذا المزج فوضى كبيرة جدا في الإفتاء الآن. أكبر خطأ من وجهة نظري بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التكفير. وهناك ثلاث مسائل يظهر فيها التكفير أكثر من أي مسألة أخرى. المسألة الأولى، القول بأن دعاء الأموات شرك بالإطلاق. أول من قال بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما الأوائل فعندهم تفصيل. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده دعاء الميت قد يكون شركا وقد يكون ذريعة للشرك. المسألة الثانية، المظاهرة، مظاهرة الكفار على المسلمين، أي مساعدة الكفار ضد المسلمين. فعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر بالإطلاق، أي نوع من أنواع المظاهرة، مسلم ساعدت كافر، أي مساعدة تلحق ضررا بالمسلمين فأنت بذلك تكفر. عند السلف التقسيم، العبرة بالمظاهرة الاعتقاد، إن ظاهرت الكفار مظاهرة دينية تريد تنصر دينهم فهذا كفر، أما إذا كان الدافع دنيويا فهذا فسق. عند شيخ الإسلام القتال مع الكفار كفر ضد المسلمين ولم يسبق بهذا، العبرة عند الأوائل الاعتقاد. عند شيخ الإسلام القتال فقط، أما عند شيخ محمد بن عبد الوهاب أي نوع من أنواع المساعدة كفر. المسألة الثالثة، إقامة الحجة. فعند الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر من وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة. وكيف تقام الحجة؟ إن كان الكفر ظاهرا فيكفر بمجرد البلاغ، يعني قلت له هذا كفر يكفي، لم يستجب فهو كافر. إن كان الكفر خفيا فلا يكفر إلا بالفهم ولا يكفي بالبلاغ. هذا التقسيم لم يسبق إليه، هو أخذه عن شيخ الإسلام، لكن ليس هذا مراد شيخ الإسلام. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر أكثر المسلمين في زمانه، والسبب لهذه الأمور الثلاثة. فهو قبل انتشار دعوته لا يكفر، لما انتشرت دعوته صار يكفر. لماذا؟ كثير من الناس يقعون يدعون الأموات وعنده هذا كفر فيقاتلهم. بعض الناس لا يدعون الأموات ولكن يساعدون أولئك جماعتهم، هؤلاء كفار. والدولة السعودية الأولى قامت على هذا الأساس، ولهذا لما حصل بينهم وبين الخلافة العثمانية مصادمة كفروا الخلافة العثمانية وكفروا الجنود واعتبروا دولتهم هي الدولة الإسلامية فقط. يعني ما يحصل من داعش الآن هو نفسه حصل من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في البداية.
ولهذا أنا أتعجب ممن يصف الدواعش بالخوارج ولا يصف الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباع الأوائل بالخوارج. أنا لا أصفهم، أقول هناك أخطاء مخالفات للسلف، لكن الأصل أنهم أهل السنة.